بنصبح على حضراتكم مره تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون مائل للدفء نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد، مائل للحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون شديد البروده على اغلب الانحاء، في كمان شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، حابين نطمن من حضرتك عن حالة الطقس، خصوصا إن كان في وإحنا جايين صباحا كده في بعض الرياح شوية اللي ممكن بتزود من إحساسنا ببرودة الجو. هو طبعا يمكن احنا اليوم المعتملين في الاستقرار في الاحوال الجويه في معظم محافظات الجمهوريه، تعتبر درجات الحراره خلال فتره النهار اعلى من المعدلات الطبيعيه اللي بتستهدف الوصلنا العام بحوالي من درجتين لثلاث درجات. في مرتفع جوي بيأثر علينا في طبقات الجو العليا، ده هيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس بشكل كبير خلال فتره النهار، فبالتالي هيحسسنا بوجود ارتفاع في قيم درجات الحراره. بالاضافه كمان الكتل الهوائيه نفسها كتل هوائيه صحراويه، الكتل دي بتخلينا نحس بارتفاع قيم درجات الحراره لانها مرتفعه في قيم درجات حرارتها. فترات النهار الاجواء بتكون اجواء نقدر نقول شتويه مشمسه تماما ودافيه على اغلب المحافظات الشماليه، السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى، شمال الصعيد، اجواء مائله للحراره على المناطق الجنوبيه، جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده فترات النهار وتحديدا كمان في فتره الظهيره مع شده اشعاع الشمس. لكن فور غياب اشعه الشمس وصلنا فترات الليل بيحصل العكس تماما، بيكون في انخفاض كبير في قيم درجات الحراره. الانخفاض ده بيكون ملموس وملحوظ اكثر في ساعات الليل المتاخره اللي هي فترات الفجر. فتره الصباح الباكر اجواء من بارده الى شديده البروده في معظم محافظات الجمهوريه، خاصه كمان ان الكتل دي كتل هوائيه زي ما قلنا في الاول صحراويه، بتكون نسب الرطوبه فيها منخفضه، انخفاض نسب الرطوبه بشكل كبير خلال فترات الليل بيخلينا نحس بالبروده اكتر ويخلينا نحس اكتر بانخفاض قيم درجات الحراره. يمكن الشبوره المائيه اليوم كانت شبوره مائيه عاديه، ما كانتش شبوره مائيه كثيفه، ادت انخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه فترات الصباح على عكس امبارح. بالظبط امبارح كانت شبوره مائيه كثيفه وصلت لحد الضباب، لكن اليوم الحمد لله شبوره مائيه عاديه ادت انخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه فترات الصباح الباكر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتتلاشى تدريجيا مع سطوع اشعه الشمس. احوال الجويه زي ما قلنا اليوم مستقره بشكل كبير، والاستقرار ده متوقع ان هو يكمل معانا كمان بكره الثلاث، استقرار في الاحوال الجويه. يمكن فرص الامطار لو انوجدت بكره ان شاء الله تبقى امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه، لكن متوقع مع يوم الاربعاء والخميس الجايين ان شاء الله نبدا نتاثر بكتل هوائيه مختلفه، كتل هوائيه شماليه قادمه من على البحر المتوسط، هيكون في امتداد لمنخفض جوي كمان لطبقات الجو العليا، المنخفض الجوي ده هيبقى عامل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه، فبالتالي هيكون في انخفاض. بالظبط هيكون في انخفاض في قيم درجات الحراره، هنبدا نحس بالاجواء الشتويه. يعني أكثر. العظمى تقريبا هتكون كام على القاهره الكبرى والمحافظات؟ متوقع مع الاربع والخميس ونهايات الاسبوع ما بين 19 و18 درجه مئويه. هتقل بدرجه كبيره. هتقل، هنرجع للمعدلات بقى الشتويه الطبيعيه. لان احنا المفروض تبقى المعدلات خلال هذا الوقت من السنه منخفضه بشكل كبير. صحيح. هيكون كمان في نشاط للرياح، وده هيخلينا نحس اكتر ببرودة الطقس وانخفاض قيم درجات الحرارة. فرص الأمطار هتزيد على المناطق الساحلية، أمطار ما بين الخفيفة والمتوسطة، ممكن توصل كمان لبعض المناطق الداخلية، لكن طبعا المناطق الداخلية بتوصلها الأمطار بكميات أقل. فهنحس أكثر إن شاء الله مع نهاية هذا الأسبوع بالأجواء الشتوية. نخلي بالنا بس من فرق درجات الحرارة بين فترات النهار وفترات الليل، لأن زي ما حضرتك قلتي احنا فترات الليل في برودة شديدة، فترات النهار في دفء، فلازم ناخد بالنا من نوعية الملابس بشكل كبير، ومهم كمان المتابعة اليومية للنشرات الجوية. تمام، انا يعني في الاخر عايزه يعني اسال حضرتك كمان عن حاله البحار، يعني والملاحه البحريه، البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر. لو بنتكلم على 48 ساعه اللي احنا فيهم، يعني النهارده وبكره اعتدال سرعات الرياح، فبالتالي ده بيؤدي لاعتدال الامواج، والبحرين الاحمر والمتوسط مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه. ارتفاع امواج لا يتجاوز 2 متر، لكن متوقع مع نهايه الاسبوع ايضا مع وجود النشاط الرياح اللي اتكلمنا عليه ممكن يكون في اضطراب في حاله الملاحه البحريه على مسطح البحر المتوسط.
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي هيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معانا لحاله الطقس. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره والعظمى 22، الصغرى 11، العاصمه الاداريه 22 10، الاسكندريه 21 12، العلمين الجديده 21 11، مطروح 19 11، دمياط 22 12، بورسعيد 22 11، اسماعيليه 23 10، السويس 22/10، العريش 22/9، كاترين 21/4، طابة 22/13، حلايب 26/19، شلاتين 27/19، شرم الشيخ 27/18، الغردقة 28/14، الفيوم 22/11، بني سويف 23/9، الوادي الجديد 24/7، أسيوط 23/7، سوهاج 23/8، قنا 25/10، الأقصر 26/10، وأخير أسوان 27/11. هنستمتع النهارده وبكره تقريبا بأجواء شتويه معتدله دافئه صباحا، لكن نخلي بالنا إن من يوم الأربعاء هتبدأ في انخفاض في درجات الحراره ملحوظ، نخلي بالنا الفتره اللي جايه علشان أدوار البرد المنتشره، وكمان في الساعات الأولى من الصباح نخلي بالنا من الشبوره المائيه. هرجع مره تانيه لمحمد ومنى علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا لك.